قانون الضمان الاجتماعي هو من أفضل القوانين اللي سنها مجلس النواب لهذه الدورة الخامسة، وهو يشمل شريحة كبيرة كادحة عاملة من الشعب العراقي. هو يشمل الأعمال البدنية وكذلك الأعمال الفكرية، راح يضم الإعلاميين والصحفيين والكتاب والفنانين وكل الفئات المجتمع بكل أشكالها، لأن هو يضمن الأعمال والمهن المنظمة سواء كان في شركات مصانع أو المهن الغير منظمة مثل سائق التاكسي أو الشمبر أو الحلاق أو حتى أم الصالون داخل بيتها، ربة البيت إذا عندها عمل خياطة أو عندها يعني صناعات غذائية بسيطة راح تشمل في هذا القانون. شنو اللي عليها؟ عليها تسجل ويصير عندها رقم. إذا كان عندها رب عمل، العامل إذا عنده رب عمل يدفع 5% والدولة تدفع 8% ورب العمل 12%. بالمقابل شنو يحصل؟ يحصل أولا تقاعد الحد الأدنى 420، وثانيا ضمان صحي مدى الحياة لو تعرض لحادث أو إلى آخره، تكون عمليته مجانا على هذا الصندوق. فهو صندوق يحفظ حقوق العامل في جميع قطاعات الحياة العامة في المجتمع، ويشمل شريحة كبيرة من المجتمع.